عبد السلام علي سام، جوز الله يرحمه اسمه عبد الرازق توام محمد، توفى في أول 96 كده، وساب لي 4 بنات: شيماء وهند وإيمان وهدير. وصلنا الحمد لله على فضل ربنا، يعني واحدة عندها 40 يوم، واحدة عندها 3 سنين، واحدة 4 سنين، واحدة 5 سنين ونص، والحمد لله سابنا على فضل كريم، يعني مع الحمد لله أنا الستر والصحة والحمد لله. فساب العربية دي، جابها قعد 2 شهر ومات الله يرحمه وسابها. فتعبت كتير عشان العربية دي، هي العربية اسمها نعناع، فأنا مشهورة هنا بنعناع، مصورين بس مشهورة بنعناع. بتاخدوا العمال وبتطلع واخد فوق في العمال الجبل معايا، بتوصلوه. طلعهم الجبل يحملوا الدبش والطوب ده واجيبهم تاني واجي، ممكن يخلص يعني بعد ساعتين 3، ممكن يخلص في نص اليوم، ممكن يخلص اخر اليوم، على حسب الشغل ما يخلص اجيبهم واجي، ممكن اتاخر معاهم، ممكن ارجع وارجع اخدهم على حسب. صعب الجبل. صعب طبعا على واحده طبعا ست وزوج كده. الحمد لله الحمد لله قابلت مشاكل كتيره بس ربنا كان بيعديها معايا والحمد لله. معاش راجل وتعبت كلام كتير وكده، فبتقول يا رب خليك معايا، والحمد لله يا رب نوقف معايا وعلمته وربيته. يعني افتكر منها مواقف حياتي كنت تخوفني فوق في الجبل، يعني زي خيالات كده، وحياتي كنت تطلع لي بالليل وانا جاي لوحدي تخوفني. قابل السيد رئيس الجمهوريه نفسي، لان الراجل بيعمل خير كتير وبيعمل خير، يعني بيساعد الناس الغلابه وبيوقف مع الستات اللي بتكافح في الصعيد بالذات. نفسي اشوفه وجابله، ويعني مش عارفه نفسي اشوفه والله، لان الراجل ده كويس وعامل حاجات كتيره حلوه، وفعلا عامل حاجات كتيره وبيساعد الناس الغلابه، محدش كان بيبص على الناس دي. وانا عيني انا راح حلو، وعايز عربيه غير دي تساعدني على الشغل، لان دي تعبانه موديل 82 تعبانه، فمفيش يعني مش مساعدانا على الشغل، انا راح مكان بعيد زي الاول. ده عطل كتير. موقف عدى عليا ان عمهم كان شاكيني عشان حاجات ملهاش اي لازمه، ومشيت رحت اليوم الضابط خدني من هنا، زي يعني مشيت قبل العصر، جيت الساعة 3 بالليل، فجيت لقيت عيالي قاعدين في الشارع وخايفين يعني مرعوبين خايفين، مش عارف اعمل ايه واروح فين. فقعدت لغايه النهار ما طلع وانا بعيط عليهم، يعني انا عملت ايه عشان انا الاطفال دي ذنبي وانا ذنبي ايه عشان يحصل معايا ده. مواقف كتيره حصلت لي، يعني لو حكيت هاخد ايام عشان احكي فيها، بس الحمد لله الصبر والايمان، ويعني اتمسك بربنا وربنا سبحان الله وتعالى يعني وقف معايا ما سابنيش، والحمد لله وصلت للمراكز اللي انا عايزاها، بس كنت نفسي يطلع اكتر من كده بس ما قدرتش على قد ظروفي.